واكب تلفزيون البحرين جهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد في مختلف القطاعات التي تشكل الركيزة الأساسية للوطن والمواطن. تلفزيون البحرين عزز من خلال برامجه ونشراته الإخبارية روح المواطنة والانتماء الوطني وحس المسؤولية تجاه الوطن بالنظر إلى ما تحقق من منجزات على مدى السنوات الماضية. منذ سبعينات القرن الماضي حمل تلفزيون البحرين على عاتقه منذ انطلاق مسيرته نقل المجريات والأحداث المتسارعة للجمهور وإيصال صوت المجتمع، فنشأت علاقة خاصة وتكاملية بين تلفزيون البحرين وجمهوره. ونظراً للمسيرة الحافلة التي تخطها مملكة البحرين، واكب تلفزيون البحرين جهود المملكة في تحقيق تنميتها الشاملة في مختلف المجالات. كان تلفزيون البحرين حاضراً في كل تشييد لموقع إسكاني جديد يبث الصورة من موقع الحدث لمراحل تطوير المشاريع الإسكانية المختلفة، وينقل صوت المستفيد بعد حصوله على خدمته الإسكانية. كما حرص التلفزيون على متابعة المستجدات المتعلقة بالمدن الإسكانية حتى بلغ عددها اليوم 8 مدن في كافة محافظات المملكة. كانت مملكة البحرين منذ فجر التاريخ وحتى اليوم مركزاً تجارياً إقليمياً بارزاً وأحد أهم الموانئ الحيوية، وساهم تلفزيون البحرين في ترسيخ هذه الصورة من خلال إظهار قدرات موانئها ومطارها وبنيتها التحتية المتطورة في شبكة الطرق والنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية. كما سلط تلفزيون البحرين الضوء على خدمات الاتصالات وشبكة الإنترنت في المملكة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتعزيز مكانة المملكة كمركزاً رائداً للأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وضع تلفزيون البحرين جل اهتمامه في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060، وساهم في إبراز جهود المملكة محلياً وعالمياً لخلق بيئة مستدامة للإنسان. كان تلفزيون البحرين قناة أمينة على نقل تطلعات الناس والتفاعل معها، وذلك من خلال البرامج الاجتماعية التي شكلت حلقة وصل مع أبناء المجتمع. كما سلط التلفزيون الضوء على تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودعم تلفزيون البحرين نشاط المشهد الثقافي في المملكة وعمل على الترويج له خليجيا وعربيا. رافق تلفزيون البحرين النهضة الصحية في المملكة، فانتشرت المراكز الصحية والمستشفيات في محافظات المملكة، وحمل رسالة الدولة في حماية الأنفس من الأمراض، ومارس أدواره التوعوية للوصول إلى مجتمع ينعم أهله بالصحة والعافية. كما ركز التلفزيون على إيصال رسالة أهمية التعليم والتعلم والتطور الحاصل في حقل التعليم، فواكب انتشار المدارس والمراكز التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة، فكان حاضراً في افتتاح المنشآت والصروح التعليمية. استطاع تلفزيون البحرين من خلال نشراته الإخبارية وبرامجه أن يعزز روح المواطنة والانتماء الوطني وحس المسؤولية تجاه الوطن من خلال الحفاظ على مكتسباته وصون مقدراته. كما حافظ تلفزيون البحرين على مر تاريخه على الهوية الوطنية والتراث البحريني الأصيل المتوارث عن الأجداد.